السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس راهو معنا، نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير الديزاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا مفاجاه غير ساره، يعني الموضوع تاعنا تنتظر فلاديمير في اول خرجه افريقيه الى اوغندا. مفاجاه غير ساره ولا ما؟ وين حذر المدرب السابق المنتخب اوغندا المنتخب الوطني الجزائري في أول خرجة له مع المنتخب الجزائري إلى أدغال إفريقيا. وقال في تصريحات خاصة بها جريدة الكأس بأنه يعلم بأن المنتخب الجزائري سيكون جاهز لمواجهة المنتخب أوغندا في جوان المقبل. وصل أعرف جيدا ملعب مونديلا الوطني بكليمبالا، ولقد فتحت مجددا استقبال منتخب منتخب جزائري، وسيكون من الصعب جدا أن يخوض المنتخب الجزائري مباراته في هذا الملعب. وأضاف المشكلة الملعب مونديلا الوطني في أرضيته الثقيلة، بحيث ستصعب على المنتخب الجزائري تطبيق الكرة المحودة كرته المحودة. رغم ذلك أعتقد بأن المدرب منتخبكم الذي أعتبره ابن بلدي يملك لاعبين في المستوى ومهارات فردية رائعة، من شأنها أن تقود الجزائر إلى نهائيات كأس العالم 2026. كاين طرق تاع لعب، كاين طرق تكون البولة تكون يكون الصطاد ثقيل وكلش، يعني وين البولة هي اللي تمشي، والكرات الطويلة لعب، الكرة الطويلة لعب. حنا راه كاين عندنا مدرب وعندنا منتخب، عندنا لاعبين واعيين بالمسؤوليه. حنا ان شاء الله بربي في القائمه يكونوا لاعبين واعيين بالمسؤوليه، هذه الناس يكونوا واعيين بالمسؤوليه، ماشي واحد يجي براد. خاصناش تاع براد تاع لاتاي، خاصناش. وين وصف المدرب المدعو ميتشو فلاديمير بالعالمي والذي يملك تجربه اوروبيه، وقد يعني وقاد سويسرا الى صداره منتخبات العالميه. ورغم ذلك اكد ميتشو بان مهمه فلاديمير مع المنتخب الجزائري لن تكون سهله، على بالنا بهذه. وقال في هذا الصدد: صحيح بان تجربته في افريقيا ستكون مختلفه جمله وتفاصيل عما كان عليه الحال في اوروبا. واضاف: يجب عليه ان يؤمن بقدراته على تحقيق النجاح مع المنتخب الجزائري، ويدرك جيدا بأنه سيجد صعوبات كبيرة وتحديات بالجملة. وهذه هي كرة القدم الإفريقية، والتي تملك خصوصيات فريدة من نوعها على غرار المناخ والأرضية الميدان المختلفة. وختم المدرب الحالي لمنتخب ليبيا كلامه قائلا: رغم ذلك أؤمن بقدرته على تحقيق النجاح، لأنه يملك لاعبين في المستوى، لأنه بإمكانه الهزيمة أفضل مدربين إذ كانت لا تملك يعني لاعبين في المستوى، والعكس صحيح. وأتمنى كل النجاح للمنتخب الجزائري. هو دروك يدرب ليبيا، قادر لونترينر ود بلادو يعيط له يعطيه واش كاين. هو دروك مدرب تاع ليبيا، اللي نتمناو النجاح المنتخبات العربية والمنتخب الليبي كذلك. هذه هي أصلا غالب بعد لازم لاعبين. عندنا لاعبين اللي يعرفوا لافريك، مليح. هذه يا خويا يا ربي، تجديد حبس 61 مصري من جمهور النادي الأهلي، بينهم الذين رفعوا العلم الفلسطيني. 61 بنادم حبستهم مصر. الحمد لله يا ربي، احنا يا في الجزائر والله رحمة ربي، تربط الاعلام تعاير تعاير، تشكر الله ما كاش اللي حوس عليك، وتربط الاعلام تدخل الحبس.
والله لا بزاف. شو كيفاش؟ أودي لازم نقول لكم كلمة، هذه هضرة تاع نشوفوا فلاديمير شا يدير في لافريك، هذه كاع مكاش هذه يا جماعة، هذا هي اللي هضرة سلاري، قال لي غادي نشوفوا هذا فلاديمير تاعكم واش يدير في لافريك، يا ودي ما راش تاعي أنا، يا ودي تاع الجزائر، حنا نقولوا الجزائر راه. والله العظيم انا نقولوا الجزائر، انا نقولوا تاعي، حنا نقولوا باللي الجزائر، نقولوا باللي منتخب وطني جزائري تاعنا، والله لا بصح، والله لا بصح، انا نقولوا باللي تاعنا، هذا مشكلة ياه، ما اناش نقولوا تاعنا منتخب وطني تاعنا، حنا نقولوا منتخب وطني جزائرية، كان اللي يكتب لك يدير لك كيما هكا كما هذا كاتبها، قال لي على حساب الشوفه، قال لي والله ماتش ما تربحوه هاكا، خليني نستشفى، حقرتو بالماضي ومحرز، ياودي بالماضي عام كامل دا 63 مليار و951 مليون، خويتي محرز مين دا كوب دافريك، دا قريب مليار مالك، دا قريب مليار، أو والله إيه. والله نمشي هذه هي، يا انتوما شوفوا واش يدير، يا ودي دابا تسيبورتي الجزائر ولا كنت تسيبورتو انتوما، كنتو تسيبورتو تما ما غلطناش، ما قلنا لكم تسيبورتو مدرب ماشي منتخب وطني، هذا ما كان خاطش على احنا كيف فقنا بكم، كي تقول له كوب دافريك يقول لك جابها لونترينور، وتقول له دو كوب دافريك اللي فاتوا يقول لك لا داروا له السحور وداروا مؤامره، اي انا نكوبي انا ديريكت، ما بغيتش نجادل الناس كيما هادو انايا، والله العظيم انا ما عرفت كيما كان بغيش نجات لهم، والله طول تدخل انت واحد مشي عارف كاع مسكين تيقول لك انا يسر راسي، لازم الحسابات ولازم لها الناس تقرا، اي تشوف التعليقات هنايا، انا باقي مخلوع على بالك بلي تشام يقارعوا اللي كيب ناسيون بغيت تخسر، الله يحفظ ويستر، جاكو ويزا ما نعرفهم جزائريين على بالي نعرف، والله العظيم لا والله لا اله الا الله، حول عمي ماشي بنورمال، ونجعل جهات أمنية تشوفكم مودعم وعيطوا لكم روح يدير لكم التعيار تاع الدم، والله العظيم يشوف لكم الدم تاعكم شي عيب نورمال، والله ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بجديد، ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله، صحيتو.